أهلا وسهلا بكم أصدقائي وحبايبي، وياكم أخوكم مصطفى من ألمانيا برلين. طبعا اليوم راح أصور لكم حلقة كلش حلوة. هاي الحلقة عبارة عن محل يبيع شغلات للكلاب، يعني أكل للكلاب، ملابس، أي شيء. وهذا المكان موجود، يعني هو من عند برلين، مو بس مكان واحد. مثل ما تشوفون المكان هذا يا ورايا اسمه دوس فوتر هاوس، هذا بالأصفر. وهذا المكان كلش مشهور بالمانيا، يبيع شغلات كلش هواي للكلاب، يعني راح تتعجبون من تشوفون هسه الفيديو اللي رايكم اياه، شنو الشغلات هنا اللي يبيعوها بالمانيا للكلاب. خليكم ويانا. طبعا نبدي هنا مثلا عندك هذا السناك، طبعا مو بس الكلاب، يعني الكلاب والقطط وكل الحيوانات الموجوده بالعالم هنا يبيعون اكلها. هاي هنا طبعا شغلات الكلاب كلها موجوده، من سمك، من دجاج، لحم، غنم، ما اعرف شنو الواحد يريده موجود هنا. طبعا شغلات هم تنشر بالكيلو. هاي هنا مال الطيور مثلا، اكل الطيور. هنا عندهم ثلاجه مثل ما تشوفون، وهي الثلاجه بيها الموطه، بيها لحم، بيها دجاج، يعني هيك لحم جاهز تطبخه للحيوان، للكلب او للقطه، وتاكله. يعني شيء غريب يمكن ما شايفيه بحياتكم. هنا همات شغلات مال الدكاتره، يعني حبوب وهي السوالف. طبعا هنا همات عندنا دكتور مال الحيوانات، بس هناك شغلات مال الاعشاب مثلا، وشغلات واحد يقدر يشتريها. هنا عندك مال القطط، الصراحه رايكم قسم القطط. هاي هنا همات الاكل مالتهن، مثلا هاي بيورو، علبه صغيره. هنا أنا عندك حبوب، الاكل مالتهم الحبوب يصير على شكل حبوب. اما اسعارهم زينه، اتمنى انها ما بالدول العربيه كلها يسوون مثل هاي المحلات، يعني ليش لا، احسن ما يخلون القطط والحيوانات كلها بالشوارع. مثل ما تشوفون هنا عندكم همات هذه انواع الاكل الموجود، هذا كله مال القطط، اشكال وارناب. هنا عندك الشرابي مال الكلاب، يصير مثل الفراش، واسعارهم مو رخيصة، يعني هذول بخمسين بستين بسبعين، وكوب مية وميتين، اسعار كلش غالية. يعني هذا بسبعين مثلا. هاي مال قطة شوف سعرها، 180 يورو، كلش ضخم. عندك هذا يعني كل شيء موجود، شنو الواحد اللي يريده موجود هنا، شغلات كلش حلوة. شوف هذا شكبره، شكبره هذا صار بخمسمية يورو. نعم عندك أكل. هذا هنا مال التواليت مال القطة، حصو يشتروه ويخلوه على مال على بالتواليت مال القطة. هذا أكل، أنواع الحصو هنا بعشرة بتسعة، يعني أكياس كلش كبيرة ضخمة. هنا مال العصافير والطيور، أكل موجود كل شيء وكل شيء. مال طيور هنا عندك مال الأرانب، وهذا الخنزير البري الصغير هم أكله، يعني هاي مال الأرانب مثلا. مال أنواع حيوانات، يعني كل الحيوانات بالعالم تلقى أكلها وشغلاتها هنا، كل شيء. هنا عندكم هاي مال العصافير البيوت، يخلوهن يشترون اكثر الالمان يخلوهم يعلقوهم بالشجر، اسعارهم بعشرة وثمانية تسعة. هذا مالت هذا الخنزير البري، الفراش مالته يشتروا لي اياه، او هذا مال الارانب. يصير همات
هاي الأدوية مالتهن، يعني إما أن يكون أرانب أو أي شيء ثاني. هاي الشراوي، حمات، فراشات. قم. نعم عندك فراشات. يا. بقوم. طبعا كنت اصور لكم المكان هذا مال الكلاب اللي يبيعون به شغلات مال الكلاب. اسمه دس فوتر هاوس، هذا الاصفر مثل ما تشوفوه وراي هناك. حاولت اصور لكم، تقريبا وصل الفيديو الى 6 دقائق. بعدين جتي المرأة اللي تشتغل بالمحل ومنعتني من التصوير، قالت لي ممنوع تصور بسبب حقوق الطبع والنشر ولازم تسألنا. طبعا انا سألت وحدة، قلت لها راح اصور، بس مع ذلك منعتني وطلعتني من المحل. وطبعا ما صارت اي مشكلة، بس انه طلعتني. وانا الصراحة استغربت كلش ليش صار وياي هذا الشيء. هذا المحل اسمه داس فوتر هاوس. اذا تريدون عندكم حيوان تريدون تشترون له شيء او كذا روحوا له، والا اذا تصوير او شيء فما انصحكم به لان مو محترمين ومنعوني بسرعة من التصوير، يعني سووا لي مشكلة وما اعرف ليش، يعني ما كان اكو اي سبب بالموضوع ليش منعت ما اعرف، لانه شغلة جدا بسيطة هي التصوير، ما بيها شيء يعني مؤذي. يعني اصلا دا اسوي لهم اعلان للمحل مالتهم، يعني مو بس شو اسمه الية، بس ما اعرف. المهم راح تصير وياي هاي السوالف هواية، يعني مو اول مرة، ف عادي جدا مو مشكلة. طبعا مثل ما قلت لكم هذا المحل موجود عنده هواي ببرلين وبالمانيا، هو اسمه فوتر هاوس. ومثل ما تشوفون اكو هواي شغلات واحد يقدر يشتريها هنا للحيوان الخاص بي، يعني اما ان يكون كلب او قطة او اي حيوان اخر، فتقدر تشتري له اي شيء تريده. طبعا هاي الجيجارة مولي، هاي الجيجارة صديقي راح يطلع من المحل وطيه اياه، انا ما ادخن. المهم يلا، اتمنى عجبتكم الحلقة مالت اليوم وتحياتي لكم. كان معكم اخوكم مصطفى من المانيا من فروم انسايد جيرماني قناتي، ولا تنسون دعم القناة والتعليق والاشتراك ومشاركة الفيديو. مع السلامة.